مبروك عليك يا ساره ومساء الخير. مساء الخير عليك يا احمد، والف مبروك لينا كلنا ومبروك لحضراتكم. الحقيقه من حق كل جمهور الاهلي ان هو يكون مبسوط ويفرح، زي ما احمد قال انه الاهم لسه جاي واحنا لسه ما خدناش البطوله، وهو ده الهدف الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور الاهلي مبسوط من امبارح، مش بس مبسوط بالنتيجه، مبسوط بالاداء، مبسوط بالمدرب. الحقيقه متهيالي لاول مره من سنين ان احنا نشوف النادي الاهلي بيقدم عرض قوي زي ده خارج ملعبه. من فتره كبيرة قوي ما شفناش النادي الأهلي الحقيقة شخصيته، شخصية البطل، شخصية لعيبة النادي الأهلي باينة بالشكل ده خارج ملعبها. ده حاجة طمنت جدا الجمهور، وده شغل مدرب. يعني احنا امبارح شفنا الحقيقة الأهلي جاي للمباراة يا أحمد عارف هو عايز يعمل ايه. الأهلي جاي المباراة كل لاعب عارف كويس قوي دوره في الملعب، امتى يضغط وامتى يرجع. القفشة الجون بتاعه طبعا في بداية المباراة كان فارق جدا معانا. الحقيقة انه انا شايفة انه قفشة من اكتر اللعيبة اللي اتطور ادائها تحت قيادة موسيماني، ودايما يمكن بفتكر محاضراتكم لما ضيع ضربة الجزاء في الشوط الاول او نهاية الشوط الاول من مباراة بيراميدز، وانه قد ايه في الشوط الثاني كان واحد من نجوم المباراة. وده طبعا زي ما بنقول دايما شغل مدرب، عارف ازاي يهديه، عارف ازاي يرجع له ثقته في نفسه بعد ما ضاعت ضربه الجزاء دي. قفشه امبارح حتى وهو رايح على الجون يمكن كان هادي كده وراسي، وهو بيفنش في الانفراد بتاعه عارف كويس قوي هو رايح يعمل ايه. احنا كنا شفنا موسيماني في المباريات المحليه، بس كنا محتاجين نشوف موسيماني في المباريات الافريقيه، وده حصل امبارح. شفنا قد ايه تاثير الراجل على اللعيبه، وشفنا قد ايه اولا في تطور على المستوى الجماعي للفريق، ودي حاجة كانت باينة جدا. ثانيا اللقطة اللي الحقيقة لفتت نظري قوي، فكرة انه ديانج كان في مس باسس كتير منه في الشوط الاول وخد انذار، ويمكن اللاعب توتر شوية بعد الانذار. هنا كان في تدخل واضح وصريح من موسيماني وسريع ان هو يغير ديانج بحمدي فتحي بين الشوطين. وهنا ده مش مدرب يعني فاهم تكتيك وفاهم كورة بس، لا، هنا انا قدام مدرب حافظ افريقيا، عارف حكام افريقيا، عارف ان الحكم اللي يحسب علينا بيلن زي ده هيستنى اي غلطه لديانج علشان يطرده من المباراه. فهو قرر ان هو يضحي بديانج في الشوط الثاني مقابل ان هو يكمل المباراه ب 11 لاعب، ودي حاجه الحقيقه تدل على ذكاء موسيماني جدا. احنا امبارح شفنا الحقيقه كره حلوه من الفريق، شفنا وحده متماسكه. يعني قفشه وهو بيستلم الكوره بيبقى عارف محمد هاني فين، في فهم بين اللعيبه، في تناغم، في هارموني في الملعب. يعني بيبقى في حتى لما الكوره بتتحرك بطريقه معينه في الملعب بيبقى في جمل كده بين اللعيبه مفهومه ومحفوظه وبتتحفظ كذا مره، بتتكرر كذا مره. فده الحقيقه طمن الناس بشكل كبير. المهم جدا انه اي فريق عايز ينافس على بطوله وعايز ياخد بطوله مهم قوي انه يبقى عنده حارس مرمى قوي علشان يقدر ينافس. وامبارح الشناوي يعني اثبت انه مفيش اقوى من كده، حارس مصر الاول فعلا الشناوي امبارح، لولا تصديه لضربه الجزاء دي بالشكل ده اللي هي مش صحيحه وهو عارف ان هي مش صحيحه ومع ذلك ما تهزش، ده الحقيقه يعني فرق جدا مع الفريق وفرق في الروح المعنويه. اخر حاجه بس انه احنا عارفين كويس قوي انه لسه الاهم جاي، ونفرح على قد ان احنا شفنا فريقنا بالشكل ده امبارح، ونتمنى الافضل اللي جاي، ولكن لسه المباريات في ارض الملعب.